اليوم رح نعمل كرات البروتين المناسبة للرياضيين. هاي الكرات ممكن الرياضيين ياخدوها بعد التمرين كوجبة عالية بالبروتين. رح نستخدم فيها عدة مكونات. طبعاً البروتين مصدره من عدة أشياء، أكيد في عنا نسبة بسيطة بزبدة الفول السوداني، ولكن رح نستخدم الويت بروتين، بروتين باودر بنكهة الشوكولاتة. تقريبا هذا السكوب فيه 22 جرام بروتين. بدنا ننتبه انه هاي الوصفه اللي هم للكبار يعني فوق ال 18 سنه وللرياضيين، ما نستخدمها للاشخاص مش رياضيين لانه ما رح ياخذوا، اذا اخذوا كميات زياده من البروتين ممكن تضر بصحتهم، فننتبه للكميه اللي بدنا نستهلكها. عشان نحضر هاي الوصفه رح نحتاج ل بروتين، سكوب بروتين، جوز هند، بذور الكتان، كاكاو سادة غير منكه، زبدة الفول السوداني اللي هي العضوية ما فيها دهون مهدرجة ولا ترانسفات، كمان اللي هو التشوكلت شيب الخالي من السكر، وشوية من العسل لنعطي نكهة. ممكن تستغنوا عن العسل وهيك بتصير الوصفة مناسبة للأشخاص اللي بيتبعوا حمية الكيتو. تمام، إذا ضفنا عسل ممكن يكون لنكهة، هيك بصفي الأشخاص اللي بيعملوا كيتو ما بيقدروا يتبعوها. الأشخاص اللي بيعملوا حميات الكيتو التشوكلت في خصوص اللي هي ما بتكون بسكر، بتكون محلاي مثلا بمحلي زي الستيفيا. يلا نحضرها مع بعض. بدنا نحتاج لمحضرة الطعام. كرات البروتين الخاصة بالرياضيين، وصفة سهلة ومفيدة بتقدروا تاكلوها بعد التمرين. وصحتين وعافية. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب بالقناة ليوصلكم كل جديد بتعلق بالصحة والتغذية.